السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أفضل مواقع تقدر تحمل منها فاميلي، أشهر واحد فيهم اللي هو ريفت سيتي، ده بتلاقي فيه فاميلي كتيرة جدا. تمام، تقدر تعمل سيرش على أي حاجة، وليكن مثلا تيبل، وتقدر تحدد أنت عايز مثلا ريفت أنهي إصدار. تمام، أو عايز تحمل RVT، تحمل امتداد RTE، RFA، هتلاقي أشكال كتيرة جدا. تمام، هتلاقي ان هو جاب لك كم، هتلاقي كذا صفحة فيها الفاميلي. تمام، ده من اقوى المواقع اللي تقدر تحمل منها فاميلي. الموقع الاخر كات ديتيلز، هتلاقي برضو فيه فاميلي كتيرة جدا. في موقع ناشونال بيم لايبراري، ده ميزته ان الموقع الفاميلي اللي فيه كلها كويسة وكلها ماشية زي الكود بالظبط. تمام، الكود البريطاني. في موقع اسمه ماركت بيم سميث، تمام، هتلاقي فيه مجموعة كبيرة جدا من الفاميلي. بيم ستور دوت سي او دوت يو كي، هتلاقي في مجموعة كبيرة جدا من الفاميلي، تقدر تعمل سيرش على أي حاجة هتلاقي حاجات كتيرة جدا، وليكن مثلا دور مثلا. في شركات كتير حاطة المودلز بتاعتها. بعد كده لود مور، بعد كده عندك موقع بيم اوبجكت دوت كوم، برضه في كمية مهولة جدا جدا من الفاميلي. تمام، هو زي ما انت شايف 50,000 برودكت فاميليز و325,000 برماتيك بيم اوبجكت. في مودلر دوت كوم، في كمية كبيرة جدا برضه من الفاميلي. ده 3D لايبراري، في برضه فاميلي كتير جدا. وعلى فكرة سهل جدا ان انت تكون عندك حاجة سكتش اب وتروح مدخلها جوه الريفت، بس يعني الافضل ان انت تعملها جوه الريفت احساس ان انت تخليها براماتيك وتقدر تتحكم فيها اكتر. وده برضو فيه كمية كبيرة جدا من الفاميلي، سبيسيفايد باي فاميلي، ده برضو الموقع القوي جدا، في مجموعة كبيرة جدا من الفاميلي. تمام، وتقدر تحمل المجموعة كلها مرة واحدة. أركت دوت كوم، موقع برضه قوي جدا في موضوع الفاميلي، تقدر تختار مثلا عايز ميتال مثلا، فيبدأ يجيب لك العنصر تحتيها واللي تحتيها واللي تحتيها، فهو موقع منظم جدا. تمام، تقدر تحمل بقى اللي انت عايزه، انت عايز دريفت ولا دي دبليو جي، وعايز اي اصدار من الاصدارات، فدي حاجة كويسة جدا في الموقع. لايبراري دوت سمارت بيم، برضه تقدر تعمل سيرش على اي حاجة انت عايزها في الفاميلي. الموقع ده برضو بيم كاتالوجز، تمام، ده مثل ان هو في تقسيم حسب الشركات، فتقدر تحدد انهي شركة اللي انت عايز تحمل منها. ده برضو بيم كونتاكتس، الموقع ده فيه برضو كمية فاميلي كويسة جدا، تقدر تقول مثلا عايز مطابخ، عايز حاجات خاصة بالمسارح وهكذا. بيم بوكس، في حاجات برضو قوية هنا برضو. ويب ليب لايبراري، الموقع دوت هو كان موقع كله كاد، وبعد كده بدأ يبقى فيه فاميلي، تقدر تعمل سيرش وهتلاقي RFA كتير.